أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا من اليمن فضيلة الشيخ: شخص في أيام رمضان وعند أذان الفجر كان الكأس من الماء بالقرب منه، فلما سمع المؤذن أخذ هذا الكأس الذي به ماء فشرب منه، هل عليه أن يصلي ذلك اليوم؟ هذا يرجع إلى وقت أذان المؤذن. إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا قبل طلوع الفجر يجب أن ينتبه الناس، فلا حرج من الشرب والأكل بعده. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر، فجعل الغاية والنهاية للأكل والشرب أذان ابن أم مكتوم لأنه يؤذن على الفجر. فإذا كان هذا المؤذن يؤذن على الفجر فلا يجوز حين إذن الأكل والشرب. وأما إن كان الأذان متقدما فلا مانع من الأكل والشرب. نعم.